باش يكون فما عنوان يجمع بين التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة في مشروع قانون على مركزية في حد ذاته يتسمى ثوري من الناحية القانونية، وهو ثوري تماشيا مع معناها الطابع نجم نقول لك الثوري للباب السابع بكله متاع الدستور اللي هو حول السلطة المحلية. المشكل هو انه الباب هذايا بالذات، وهو مش وحده، انا قلت بالذات ماهوش الباب الوحيد، عرف تراجع اون ريغريسيون في الخيارات نتاعو من خلال النسخ المختلفة. صفاقس فيها مشكل تعمير وتهيئة ومعمار بارز للعيان. صفاقس مثال مهم جدا على مدينة عاشت الكوارث الكل من جميع الجوانب، من جانب البيئة، من جانب التهيئة العمرانية، وكذلك من جانب التعمير. عشنا مع مشكلة صاحبتنا اللي هي السياب، قامت فقط بالتلويث، مزيد من التلويث دون أن تقوم ولو بأي مبادرة لتجنيب السكان، لتجنيب البحر، لتجنيب المائدة المائية، لتجنيب الهواء، خطر جاثم من سنوات. السياب ما هيش قضية بيئية فقط، ما هيش شركة لوثت البيئة وتسبت في أمراض لا، ولات عائق للتنمية. ونعطيك أكبر مثال حي اللي تعرفه أنت ومنطقة زرتها اللي هي تبرورة. هذا مشروع من 85، هذا مشروع حبيناه يكون منفتح على الجهة، حاجتنا به يكون فعلا مشروع ذو طابع اجتماعي. جاء هذا مشروع تبرورة اللي إلى حد الآن، مشروع تبرورة عشرات السنين والناس معناتها والمواطنين يستناو أنه على الأقل يرجعوا شوية صفاقس جزء من حقها في التصالح مع البحر، واليوم ما زلنا ما شفناش نتيجة في هالمشروع، بل اللي شفناه هو فشل وزارة التجهيز وفشل وزير التجهيز شخصياً. يحب يعطيها لقمة سائغة للمستثمرين يعيثون فيها فساداً، لا يبقوا فيها لا شاطئ لا منطقة خضراء، تتحول كما صفاقس الجديدة مربعات اسمنت وكأن لم نفعل شيء. فساد آخر وكارثة من الكوارث اللي العمرانية في صفاقس اللي هي ما يسمى بصفاقس الجديدة. صفاقس الجديدة بعد 25 سنة التوى حسب الشروط التوى حقها وفات البناء متاعها، التوى ما زالت الشوانط محلولة، والمساحات المغطاة ضربت في أكثر من 2 ربما حتى في 3 حسب ما كان مبرمج. اليوم حتى شيء فيما هو بنية تحتية، حتى شيء ما هو مناسب للمنطقة هذه، لا فيما يخص تصريف المياه، لا فيما يخص الطرقات بالنسبة للعمارات اللي فاتت ما هو برنامج بأساليب ملتوية، واللي لو كانت تحل الملفات في التصرف في صفاقس الجديدة تو نشوفوا قديش صارت معناتها تجاوزات خطيرة. وهذا كله ناتج على شنو؟ ناتج على أولا ما فماش أمثلة نتاع تهيئة عمرانية، لأنه ما فماش هيكل اللي عنده تصور شامل للمدينة بطريقة استشرافية بطريقة مدروسة، وقاعد تم ارتجال فيما هو تصور التهيئة العمرانية. هذا جانب، وهذا جانب. ثانيا نقطة ثانية هي مسألة سوء التصرف والتجاوزات وعدم القدرة على تطبيق القانون وعلى الردع، حتى أنه الآن اليوم في بلدية صفاقس ثم أكثر من 1000 قرار هدم، أكثر بكثير من 1000 قرار هدم ما يوقعش تطبيقها. البلدية ثم أساليب متاع خدمة مستنسين بهم، واكم هما ما تنجمش تطلب منها لا كرياتيفيتي.
يعني انك انت ما تنجمش تعمل لما تطلب منهم تدخل والا ترخيص والا حاجه في يتجاوز القدره اللي هما مستنسين يخدموا بها. دونك من البلديه معناها يبدا كل شيء. البلديه ما عندهاش الصلاحيات الدنيا الكافيه باش تخليها هي والمجال الترابي متاعها تكون محرك للتنميه المحليه وللاقتصاد الاخضر. يولي المستثمر كي يحب يبني ويستثمر ما يبنيش من تلقى نفسه، يلقى عنده مثال تهيئه تفصيلي يخدم فيه. هذايا الناس الكل تقر بجدواه. علاش؟ لانه يفرض نظره مواطنيه للمشروع من حيث تهيئه الساحات العامه، المناطق الخضراء، المناطق الشاطئيه، مناطق السكن، مناطق الترفيه والخدمات. معلقين امال كبيره على الانتخابات البلديه الجايه والتغيير، وخاصه مراجعه المجله نتاع الجماعات المحليه. هذا الانتظارات كبيره ديما، لكن انه باش نحسوا انه حاجه بدات تتبدل في البلاد، لا الحق معناتها الى حد اللحظه ما نشوفوا في حتى شيء تبدل في مستوى النيابات الخصوصيه ولا البلديه ولا في السنين هذم اللي خدمناهم الكل، معناتها من 2011 حتى 2017 ما زلنا ما ثمش تغيير واضح ملموس. نجم نقول لك الباب الثالث الصلاحيات والتدبير الحر اللي كانت تتميز به الجماعات في مجال التهيئه والتعمير، في الباب هذايا مشات ونقصت وتلاشات وجات في بلاصتها صلاحيات كبرى للسلطه المركزيه، بينما احنا ماشيين في توجه لا مركزي. اذا كان نحب ضمانات دنيا في مجال التنميه المستدامه لازم تعطيه المجله. Thank you.